شغيث يا استاذ نجمان بصراحه متعب من الاعلام العراقي لانه المهنيه بي لعبه طوبه صارت. اولا ما يحتاج يطيننا مواعظ الاستاذ، اولا ما هنت خامنئي وان كان بوجهه نظره ويستحق الاهانه، بس مع ذلك اذا هو يقدس خامنئي فانا كمواطن عراقي لا يشرفني خامنئي، وهو ما يشرف انه هذا عقيدتي. شغيث لا اله الا الله ما شاء الله نجم اذا ما سيطر على الوقت فانا راح ابقى ساكت. كمل شيخ استاذ حيدر. هذول الناس ما يقدرون يسمعوا الراي. اعطي الرجل خمس دقائق ويرجع اليكم ويرجع عزيزي. ما يصير مقدس بالاخر حيدر يرجع اليك الوقت. بس ارجوك نجم ارجوك انا بس ما اريد اتجاوز. انت تعطيني مجال للرد. انا ايضا ما اقدر. اعطيني مجال يا شيخ غيث. شيخ غيث اسمع انا بدون اساءه لاحد. هو يشرفه ويحترمه، هاي خصوصيته. انت لست كذلك. اخي شنو الاساءه نجم انا ترى هذا مو حكي، هذا مو لقاء، هذا مو مقابله نجم، هذا مو مقابله. ارجوك انا مواطن عراقي جايبني اعبر عن رايي. اولا انا ما تجاوزت على خامنئي وموجوده المقابله وراح يرجعوا لها وسمعوها. لو سمحت ارجع الى المقابله كلها، اذا كلمه اساءه واحده حاسبنا عليها. انا ما تجاوزت وان كان خامنئي يستحق، هذا واحد. ثانيا خامنئي مو مقدس عندنا احنا العراقيين، احنا ما عندنا مقدس اسمه خامنئي. عندك انت لا تحكي باسم العراقيين، عندنا غير مقدسات. لا تفرضون علينا خامنئي ما مقدس، لا تفرض على نفسك ما مقدس. خامنئي بشر يعصي، خامنئي متورط بسرقه اموال العراقيين. واذا تريد تاخذ اللقاب هالطريقه الغوغائيه هذه وتقمع الاصوات وما تخلي لنا نعبر عن فكره محترمه، ارجوك. استاذ حيدر ما تجاوزه، مو انت تحدد لي. خامنئي مو مقدس، ما انت تحدد لي. ما من حقك تاخذ وقتي بهالطريقه هذه. احترم وقتي وعندك وقت وعلق بما يعجبك. اللي ما يعرف يحترم الوقت لا يحترم. أخ حيدر لا مو من حقك تحدد لي ايش احكي. لك الوقت انا عراقي لساني طويل. وانا عراقي لساني مؤدب. هاي الطرق مالتكم الغوغائيه ما تفيدوا ياي. بس رجاء احنا مؤدبين لسانك مؤدب بس من توصل يا خامنئي. رجاء لسانك مؤدب من توصل يا خامنئي. استاذ نجم عزيز خامنئي من توصلون يم الصين مؤدبين، بس من توصلون للعراقيات والعراقيين، من وصلتوا للعراقيات والعراقيين المتظاهرين شتمتونا وساهمتونا باعراضنا وسميتونا لوطيه وسميتونا جوكريه وسميتونا كذا. وين كانت اخلاقكم؟ وين كانت اخلاقكم؟ على العراقيين لسانكم طويل يا خامنئي. صرنا مؤدبين عزيزي.